اختتمت هيئة البحرين للسياحة والمعارض مشاركتها في معرض سوق السفر العربية 2022 الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار مستقبل السفر والسياحة الدولي. وأتت مشاركة الهيئة بجناح خاص يضم الناقل الوطني طيران الخليج ومجموعة من أبرز المنشآت السياحية البحرينية، كما استعرضت أبرز المشاريع السياحية ضمن جلسات نقاشية ثرية حول الأنشطة السياحية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. اختتمت أعمال ومعرض ومؤتمر سوق السفر العربي 2022 بمشاركة هيئة البحرين للسياحة والمعارض بجناح مميز يضم أبرز المنشآت والقطاعات السياحية البحرينية. وإحنا بالفعل في مملكة البحرين مقارنة بالربع الأول من العام الماضي بالربع الأول من العام الحالي شفنا تطور جدا ملحوظ من ناحية عدد السياح اللي قاعدين يزورونا في مملكة البحرين، وتواجدنا في هذا المعرض بالذات يتوج جهود مملكة البحرين للترويج للبحرين كوجهة سياحية مثالية. هذا وتضمن المعرض ورشات عمل وجلسات نقاشية تبحث أبرز معايير السياحة المستدامة وأهم مكونات القطاع السياحي في مملكة البحرين، ترأستها الأستاذة فاطمة الصيرفي، كما شاركت الأستاذة مريم توراني مدير إدارة التسويق والترويج في هيئة البحرين للسياحة والمعارض جلسة نقاشية تناقش واقع الإدماج الاقتصادي للمرأة من خلال صناعة السياحة. واستعرض جناح الهيئة أبرز المنشآت السياحية البحرينية من فنادق ومنتجعات وشركات ومكاتب سياحة وسفر، تستعرض أبرز ما توصلت إليه في قطاع السياحة والسفر. نحرص دائما على تواجدنا في معرض ATM دبي بحكم أهمية المعرض للسياحة الخليجية والعالمية وفي الشرق الأوسط، هم مهم بالنسبة حق كل فنادق البحرين. فالإخوان في هيئة السياحة والمعارض ما شاء الله عليهم دائما موفرين لنا كفنادق كوكالات سفريات ستاند يحضن الجميع بكل إمكانياتهم، جزاهم الله خير. احنا شركة تجوال، شركة بحرينية، جايين نقدم عروضنا حق الدول الخارجية علشان زيارة البحرين يكون هناك مستقبل إن شاء الله سياحي إلى البحرين واقتصادي. حظي جناح الهيئة إقبالاً كبيراً من الزوار على منصات القطاعات السياحية التي تعكس التجارب التاريخية والأثرية والتراث البحريني العريق، كما جرى عقد اجتماعات مع السعودية والإمارات تناقش سبل التعاون في السياحة في المنطقة، واجتماعات عديدة من منظمي الرحلات السياحية المرتبطة مع هيئة السياحة باتفاقيات تعاون. وتم من خلال هذه الاجتماعات مناقشة خطط تنشيط حملات الترويج للسياحة في مختلف الأسواق العالمية. حضور مميز لمملكة البحرين في معرض سوق السفر العربي، تستعرض أبرز الوجهات السياحية والتاريخية لتقدم صورة متكاملة للزوار. لتلفزيون مملكة البحرين، دانا بشيتي، دبي.